ايضا المحترم الدكتور محمد شيخ نقيب الصيادله. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور محمد. وحضرتك بالصحه والسلامه، ويعني عيد سعيد عليك وعلى كل المصريين يا رب ان شاء الله. ربنا يكرمك يا فندم. دكتور محمد، بصراحه بقت تختفي الفيتامينات، وناس كتيره جدا يا دكتور محمد بتطلع يقول لك انا عامل علاج وانا مش عارف ايه وعاملين وصفات. وما تزعلش مني يا دكتور محمد، مهنه الصيادله ضاعت ما بين الاعشاب وما بين مدعين. كل يوم يا دكتور محمد بنسمع واحد يقول لي انا عندي علاج. الحاجة التانية بنروح الصيدليات يا دكتور محمد حتى الفيتامينات مش موجودة. وبعدين الحاجة التالتة ان الاسعار بدأت ترتفع جدا جدا. ممكن حضرتك تجاوب لي على الاسئلة دي ليه؟ اولا انا يعني بشكر حضرتك طبعا على ان انت اثرت هذا الموضوع في التوقيت ده بالذات. الحقيقة طبعا احنا ما عندناش اي نقص في اي حاجة اطلاقا. اللي حاصل الازمة دي ازمة مفتعلة، عشان طبعا توقف المصانع الفتره اللي فاتت دي، الانتاج توقف فتره العيد، الاجازات اللي جت في العيد، وبدات المصانع من النهارده الانتاج، وبدا ينزل الانتاج. واوعدك ان هو في خلال هذا الاسبوع هتلاقي كل الكميات متوفره ومش اي نقص في اي حاجه خالص. فده يعني انا بطمنك. والفيتامينات يا فندم، كل حاجه الفيتامينات يعني معقوله يا دكتور؟ الزنك وفوليك اسيد وفيتامين دي وفيتامين سي ريتارد، ده كل ده مختفى من الصيدليات يا دكتور؟ بص يا فندم، زي ما بقول لحضرتك كده، طبعا نتيجه انتشار الارتفاع معدل الاصابه الفتره الاخرانيه ديت اللي حصل، الناس جالها نوع من الذعر. فطبعا جاء للاسف تزامن هذا الكلام مع الانتاج او توقف الانتاج من المصانع. فطبعا الكل اللي كان موجود في السوق اتسحب، الناس كلها طبعا عندها نوع من الرعب، وده طبيعي طبعا. لكن الانتاج لما بدات المصانع تنتج الكميات بتاعتها، الحمد لله خلاص ما فيش اي ازمه. ومن بكره انا بما فيها الفيتامينات يا دكتور محمد، كل شيء، الزنك والفيتامين سي والفيتامين دي. طيب. والفيتامين اي والسيرين. طيب. كل الحمد شيء متوفر. ده على مسؤوليتك بنقول اهو يا جماعه، من بكره. أيوة. كل الحاجات دي هترجع بعد المصانع ما رجعت العمل، اللي كانت واخده اجازه العيد. بالظبط. دكتور محمد، في حاجه تانية معلش. انا معلش بس اتفضل. الحاجه الثانيه، طبعا احنا اولا لازم يبقى في تجديد على الناس اللي تطلع تتكلم على الانترنت وتروج لمنتجات بعينها. ده كلام ما ينفعش ابدا كده خالص اصلا. يعني كل واحد يطلع يفتكس افتكاسه ويقول لي ناس ما ناخدوش غير دواء معين اسمه تجاري معين، ده بيخلق نوع من الازمه برضه بشكل ثاني. انا النهارده المسائل اللي موجوده بنفس التركيبه وبنفس المواد الفعاله، يبقى لما الصيدلي الخبير في الدواء يقول للمريض او يقول للمواطن الدواء ده هو ده بالظبط نفسه، يبقى انا ارجو ان ثقافه متوفرة عند المواطن يتقبل هذا الفكر من الصيدلي وياخذ الدواء بتاعه اللي هو نفس المثيل. يعني خلينا اقول لحضرتك اسم تجاري معين، البنادول مثلا، يقول لك انا عايز بنادول بعينه، يا سيدي الابيمول، البارامول، البارستامول. كويس يا دكتور. اوكي يا دكتور، ده كويس قوي. يا دكتور دلوقتي انت راجل صيدلي وعندكم في بروسيس، يعني في بروسيس، في اجراءات علميه، لان انا اقول اطلع اقول على الدواء، كل واحد دلوقتي بيطلع يقول ان هو اخترع دواء. علميا ايه اللي حاصل في البلد دي؟ هو طبعا ده يعني الناس بتستغل الازمه وتطلع تتكلم بشكل يعني كل واحد عايز يشتهر ويعمل لنفسه موضوع. ده كلام التوعيه دي لابد ان هي تبقى تحت رعايه وزاره الصحه فقط. وزاره الصحه تطلع لنا جايد لاينز تطلعها ونلتزم بيها كل الناس، واي حد يخالف هذا الكلام ويطلع يتكلم وهو شخص غير مسؤول، لابد يبقى في اجراءات قويه جدا تتخذ ضد هذا الشخص. اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد شيخ نقيب الصيادله.